السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا أسئلة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، راح نحلها اليوم، امتحنوا بها الطلبة الخارجيين، وأسئلة جدا بسيطة وسهلة، والحمد لله كانت من المرشحات اللي نزلتها. فناخذ القواعد، عندنا 3 أسئلة. السؤال الأول ألف وباء وجيم، كل سؤال ألف وباء وجيم. ناخذ السؤال الأول ألف. الكعبة قبلة المسلمين بناها النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. يقول ما تحته خط معارف بين نوع 3 منهما. الكعبة، الخط جوا الكعبة اسم علم، وقبلة المسلمين معرب بالإضافة، وإبراهيم اسم علم. ب، قال تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول اعرب ما تحته خط لاثنين فقط اعرابا مفصلا، راح اعربها كلها. فرعون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الرسول مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أخذا نقول نعربه مفعول مطلق لبيان توكيد الفعل منصوب بالفتحة. جيم، هات الأفعال الخمسة لأحد الفعلين ترسمه وينشره. نقول ترسمه، ترسمين، ترسمان، يرسمان، ترسمون، ترسمون، يرسمون. هذا للفعل ترسم. ينشر، ينشر، نقول تنشرين، تنشران، ينشران، تنشرون، ينشرون. زين، هذا خلصنا فرع جيم ألف وباء. سؤال أول ألف وباء وجيم. سؤال الثاني ألف. قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يقول النقطة الأولى استخرج اسم إن وخبرها من الآية المباركة أعلى، وثانيا استخرج اسم كان وخبرها من الآية المباركة أعلى. النقطة الأولى يقول استخرج إن وخبرها، نقول الأبرار اسم إن، نقول منصوب علامة نصبه الفتحة لأنها تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب الأول وترفع الخبر، يعني ويشربون خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هنا عندنا استخرج اسم كان وخبرها. اسم كان عندنا مزاجها، هذا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وخبر كان كافورة منصوب علامة نصبه الفتحة. فرع باء اجعل المعرفة نكرة والنكرة معرفة للجملة واحدة فقط. أولا يزرع الفلاح قمحا وشعيرا، شو نقول يزرع فلاحا قمحا؟ يزرع فلاح قمحا وشعيرا، يعني النكرة نسويها معرفة والمعرفة نسويها نكرة. النقطة الثانية تداوي ممرضة المريضة في المستشفى، شو نقول تداوي الممرضة مريضا في المستشفى. زين، فرع جيم ادخل على الجملة الآتية فعل يفيد النفي من أخوات كان مرة، وحرف يفيد التمني من أخوات إن مرة ثانية، وغير ما يلزم تغييره. عندنا المسافر عائد، لما ندخل عليها أخوات كان يريد نفي، يعني ليس حرف يفيد النفي، نقول ليس المسافر عائدا، لأن ليس تدخل على المبتدأ ترفع الأول وتنصب الثاني، فالمسافر يصير وعائدا تنوين الفتح والمسافر ضمة. أنا نزلت الأجوبة بالقناة، هاي أخوات كان. يقول دخليها على إن ولازم يفيد التمني، التمني هي ليت تفيد التمني، نقول ليت المسافرة عائدا، ليت المسافرة عائدا، يعني المسافرة فتحة وعائد تنوين الضم. زين، هسه السؤال الثالث فرع ألف. لا تهمل واجبك ولا يهمل المجد الواجب. يقول ما الفرق بين لا في الجملة في الجملتين ثم أعرب الفعل بعدها في الجملتين. هنا عندنا نقول لا بالجملة الأولى ناهية جازمة لأن فعل مضارع مجزوم تهمل بالسكون، ولا نافية غير عاملة يعني يصير فعل مضارع مرفوع بالضمة، وهذه هم جبتها من ضمن المرشحات لأن دائما هاي يجيبوها. أزين، فرع باء اجعل المفعول به نائب فاعل لإحدى الجملتين
وغير ما يلزم تغييره. أزين، هنا عندنا يقدم المعلم الدرس بوضوح. لما نريد نسويها هذا نائب فاعل، نحذف المعلم ونحذف الفاعل، شو يصير؟ يقدم الدرس بوضوح. هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية، فتح التلميذ الكتاب، شو يصير؟ فتح الكتاب، نحذف التلميذ. فرع جيم، سؤال الثالث، فرع جيم، مثل لما يأتي بجمل مفيدة لثلاثة فقط. أولا، مفعول فيه ظرف زمان أو مكان، غرد البلبل فوق الغصن. فوق عندنا ظرف مكان، تب كيفكم زمان أو مكان قايل. مفعول مطلق لبيان عدد مرات الفعل، دقة الساعة دقتين. اسم علم مؤنث، زينب طالبة مجتهدة. فعل مضارع منصوب، لن أتأخر عن الموعد، لأن أن أداة نصب. زين، هذه أسئلة القواعد. المحفوظات يعني تحافظيها، يقول اجب عن سؤال واحد فقط. سؤال الرابع، اكتب ثلاثة أبيات من نشيد النزاهة مضبوطة بالشكل، واذكر اسم الشاعر. تكتبون الأبيات مال القصيدة وتكتبون اسم الشاعر. وسؤال الخامس، اكتب سطرين من خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. هاي المحفوظات. الإنشاء، اكتب في أحد الموضوعين الآتيين، نصاحب الأخيار ونتجنب صحبة الأشرار، وبأسلوبك الرائع اكتب عن الحديقة المدرسية. يعني تكتبون على صاحب الأخيار وتجنب الأشرار وعن الحديقة المدرسية. وإن شاء الله التوفيق.